مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في تاني سلسلة حلقاتنا مع الدكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون جراحة. في حلقتنا أو الحلقة السابقة تحديدا اتكلمنا عن خشونة الركبة، وكان دكتور محمد طبعا شرح لنا شرح تفصيلي يعني ايه كلمة خشونة الركبة. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن علاج خشونة الركبة، طبعا ده باستفاضة كبيرة مع دكتور محمد. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، نورتينا وإن شاء الله تبقى حلقة قيمة ان شاء الجميع الله المشاهدين يستفادوا بيها بإذن الله. بإذن الله. النهاردة دكتور في بداية حلقتنا هنتكلم عن علاج خشونة الركبة، العلاج اللي يكاد يكون نقول عليه الأول الدوائي مش الجراحي. لما نبدأ بالعلاج الدوائي، في أكتر من شق بحضرتك طبعا بتتعامل فيه مع المريض في علاج خشونة الركبة، وخصوصا علاج الحقن. الحقن بأنواعه، حضرتك هتقول لي ايه في الموضوع ده؟ مبدئيا علاج خشونة الركبة زي ما اتكلمنا في اللقاء السابق ان شاء الله الحمد لله، بنبدأ بمضادات الالتهابات، بان احنا نحسن اللايف ستايل بتاع المريض، ان احنا نعلي كفاءة الاربطة والانسجة حوالين مفصل الركبة، نقلل الضغط او نقلل اللود بجميع انواعه على مفصل الركبة تمام. عشان المريض يعيش باقل الم او بدون الم وباقل مضاعفات او بدون ادوية كمان. طيب ده عشان نوصل له لازم المريض يكون ملتزم بالتعليمات، ان هو يحافظ على نفسه عشان نزود اللايف سبان بتاع المفصل نفسه ما يفضلش يتآكل. اتكلمنا برضو ان احنا في عندنا العلاجات الموضعية سواء بقى الدهانات او الادوية اللي بنستخدمها. اتكلمنا برضو عن حقن المفاصل. حقن مفصل الركبة من الموضوعات المهمة جدا 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 اللي لقت رواج كبير قوي في خلال ال10 سنين الاخيرة، وجايبة نتائج هايلة جدا مع الحالات. عشان نستخدم الحقن لازم بنعمل حاجة اسمها سيليكشن، بنختار المريض المناسب، بنختار وضع الركبة المناسب، بنختار نوع الحقن المناسب للمريض. مش كل أنواع الحقن بنستخدمها لكل المرضى ولا في كل الأحوال، لا، تمام. عندنا تقسيمة للمفصل في حالات الخشونة، خشونة في بدايتها، خشونة متوسطة، خشونة ايوه متقدمة. في البداية بنستخدم الحقن العادي سواء بقى الحقن، طبعا هنتكلم عن أنواع الحقن دلوقتي. فهنتكلم دلوقتي هنبدأ عن بحقن مفصل الركبة، هنتكلم فيه الأول يعني إيه حقن مفصل ركبة. دي بعض الأدوية أو بعض المستحضرات أو بعض المستخرجات بنستخدمها بنحقنها في المفصل الركبة. في بعض الحالات بتكون علاجية، في بعض الحالات بتبقى أدوية أو بمعنى أصح مسكنات أو مخدرة للمفصل الركبة عشان الآلام، ودي في الحالات المتقدمة اللي لازم تغير الركبة ولكن المريض غير مناسب لتغيير المفصل. في عندنا بعض المنتجات اللي بنستخدمها بنلين بيها المفصل زي حقن الزيت، بنتكلم طبعا اللغة البسيطة عشان الناس كلها تبقى طبعا. فاهمة، تمام. في عندنا بعض الحاجات الهاي اللي بنستخدمها بتكنيك معين عشان خاطر نستفاد بيها مع المرض. لو نتكلم على الأنواع، طبعا حضرتك مشكورة قلتي لي ايه هي الأنواع. هنبدأ بترتيب الأهمية. في السنين الأخيرة وجدنا إن الحقن البي آر بي أو الصفائح الدموية المستخلصة من الدم، سواء بقى بالطريقة العادية إن احنا ناخد عينة من الدم ونعمل لها تحليل ونشوف عدد الصفائح الدموية موجودة كويسة ولا لأ، عندنا الهيموجلوبين بتاع المريض يستحمل إن احنا ناخد منه العينة دي ولا لأ، بناخد العينة وبتتعمل لها فصل في بعض المعامل أو في بعض المستحضرات بتيجي جاهزة، والحاجات دي بيبقى المصادر بتاعتها هورس، تمام. ما بتتعملش الا في معامل عاليه جدا جدا وخصوصا في دول اوروبا او امريكا الشماليه. تمام. طيب لو اتكلمنا في النوعيه دي المريض بنحقنه في الحالات المتوسطه والحالات المتقدمه تديني نتائج هايله جدا جدا جدا، تعمل لي حاجه اسمها بايو فيلم بتغطي لي العظمه المتاكله او بمعنى صح القرح اللي على العظام، بنعمل كفرج ليها، بتحسن لي كفاءه الغضروف الموجود، بتقلل لي الاحساس بالالم، بتعلي لي كفاءه المفصل. ده النوع تمام. الاولاني. النوع التاني اللي هو بنقول حقن الموضعي للركبة. لو اتكلمنا عن النوع التاني، تاني اهم حاجه اللي هي الهيالورونيك اسيد او بنسميها باللغه البسيطه حقن الزيت الملينه للمفصل، بنستخدمها في الحالات برضو المتوسطه، الحالات المتقدمه في الخشونه،
بتعلي لي كفاءة المفصل، بمعنى بتقلل لي احتكاك العظم، لأن السائل الزلالي اللي بقى في المفصل نفسه بيكاد يكون مش موجود أو موجود بنسبة بسيطة جدا، فبالتالي احتكاك العظم بيزيد، تآكل العظم بيزيد، فالألم بيزيد، ممكن نوصل لتشوهات في المفاصل. فبالتالي احنا بنحقن المادة دي، حقن موضعي في الركبة عشان خاطر نوصل نتلاشى لكفاءة، برضو ال نوصل لكفاءة عالية للمفصل. اه بنقلل احتكاك العظم، بنقلل تمام تآكل العظام. وفي عندنا منها أنواع، عندنا اللو مولوكولار ويت والهاي مولوكولار ويت، وكل المريض، كل مريض وكل مستوى في الخشونة على ليه حسب النوع اللي حالته يناسبه. طبعا تمام. اكيد. طيب لو جينا لحقن البلازما، عايز حضرتك توضحها لي يعني ايه حقن البلازما لخشونة الركبة. احنا اتكلمنا دلوقتي ازاي نسحبها في النوع الاولاني، حقن البلازما، نستخلص منها البي ار بي اللي هي الصفائح الدمويه، ايوه بناخد عينه من المريض، كل 10 سم بيتسحبوا بيطلع لنا منهم 1 سم ماده فعاله. الماده الفعاله دي بنجمع اقل حاجه 10 سم، يعني بنسحب من المريض ما يعادل 60 سم. تمام بيتعمل له فرز وتحليل في المعمل باجهزه معينه، بحيث ان هو يحصل لي كونسنتريشن للصفائح الدمويه اللي موجوده مع البلازما. بنحقنها مباشره في مفصل الركبه، ساعات بنستخدم معاها بعض المخدرات الموضعيه عشان خاطر الالم، لان طبعا بتعمل حرقان شويه او لسع شويه في المفصل ساعه حقنها. هي دي اللي بتديني كفاءه كويسه لبعض الانسجه اللي موجوده، وده اللي قادم بنستخدمهم بنعلي بيها كفاءه المفصل عشان المريض يعيش باقل الم. تمام. طبعا لو تطرقنا من حقن البلازما لحقن الخلايا الجذعية، هنقول ايه بقى في موضوع حقن الخلايا الجذعية حقن دي؟ الخلايا الجذعية في آخر 3 سنين ناس اتكلمت عليها كتير، في دراسات كتير اتكلمت عليها، ولكن مفيش بحث نهائي أكد إن هي فاعليتها عالية ولا لأ. بس بعد الاستخدام في بعض الحالات جابت نتائج هائلة جدا. بنستخدم الخلايا دي، بنسحبها من الخلايا الدهنية، من سواء منطقة البطن أو منطقة الأرداف، بتتاخد تتحلل في معامل معينة، يستخلص منها الخلايا الجذعية، وبتتحقن او بيتعمل منها بايوفيلم للمناطق اللي فيها التقرحات على العظام، بنغطيها كاننا بنغطيها بطريقه مباشره، ساعات بنستخدمها عن طريق المنظار او بنحقن تحت جهاز الاشعه السونار ده بالنسبة للخلايا الجذعية. الجذعيه. طيب لو جينا عن حقن المخدر الموضعي، عايزة أعرف من حضرتك مفهومه إيه، يعني إيه مخدر موضعي، حقن مخدر موضعي؟ ده غالبا بنستخدمه في الحالات اللي فيها تآكل شديد قوي في المفصل، المريض بيعاني من ألم طول الوقت، مفيش أي حاجة من اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده جايبة معاه نتيجة، فبنضطر نحقنه مخدر موضعي عشان المريض يعيش بأقل ألم. المريض بنستخدم بعض الأدوية المخدرة عشان خاطر نقلل إحساسه بالألم بسبب التآكل الشديد اللي موجود، أو في بعض حالات التيبس، أو في بعض حالات الروماتويد اللي هو التآكل الروماتويد للمفصل. ده في الوقت ده بنعمل حاجة بنحقن اسمها الحقن الحقن المخدر الموضعي. الموضعي. طيب الكورتيزونات بقى بأنواعها، حقن الكورتيزونات، عايز أعرف من حضرتك مفهومها إيه وأثرها إيه على مريض خشونة الركبة. حضرتك بتتكلمي في موضوع ليه عشرات السنين مستخدم، ليه مضاعفاته وليه منافعه. لو تمام جينا نبدأ بالمنافع، بنستخدم حقن الكورتيزونات سواء بقى اللي هي الحاجات اللي بتاخد وقت طويل لونج اكتنج او الشورت اكتنج، بنحقنها موضعيا في المفصل في بعض الحالات. حاليا كان الاول بيحقنها في كل حالات التهاب المفاصل، دلوقتي لا، بنستخدمها في بعض الحالات مش في كل الحالات. اه اهم حالات اللي فيها تآكل شديد للمفصل، حالات الروماتويد، حالات الالتهابات الروماتيزمية المزمنة في المفاصل اللي نتج عنها تآكل، نتج ام عنها تيبس، نتج عنها التهابات مزمنة في الأكياس الزلالية داخل المفاصل وخارجها، اه فبالتالي بنعملها بنستخدمها كمضادات التهابات موضعية، ام وبتديني مفعول مخدر كأني بسكن الألم أو بعمل كفرج للبين، ام بغطي الألم. مفعولها بيقعد في الجسم ساعات، في بعض الأنواع بتقعد 3 شهور، في بعض الأنواع بتقعد 6 شهور، ولكن على مدار السنين اللي فاتت مع ملاحظة الحالات وجدنا إن لها مضاعفات موجودة. أولا مرضى السكر بتبقى بالنسبة لهم مشكلة، لأن الكورتيزون بيعلي نسبة السكر في الدم لو اه استخدمناه بصورة كتيرة، لو استخدمنا حقن كتير في المفصل بيدخل لي في تليفات في المفصل. برضو زيادة حقن الكورتيزون بتعمل لي احتراق في الأنسجة المصاحبة للمفصل أو المحيطة، الأنسجة المحيطة بالمفصل، وبتعمل لي
هشاشة، فبالتالي اه مضاعفاتها عالية قوي على اللونج ران، على الوقت البعيد لو استخدمناها بكميات كبيرة. ولكن لو عملنا اختيار مناسب للمريض اللي يستاهل ان انا احقنه كورتيزون، مش هندخل في المضاعفات دي وهيبقى اعلى استفادة ان شاء الله. يعني حضرتك عايز برضو تقول ان حقن الكورتيزون على قد ما انها مسكن قوي او مفيد، في نفس الوقت زي ما بنقول كل قاعدة ولها شواذ. مع مرضى معينة ممكن، مع مريض مثلا مرض سكر او حاجة زي حضرتك ما ذكرت، لا ما ينفعش لانها بتزود مثلا نسبة السكر في الدم. فطبعا احنا بنقول ان كل حاجة بالنسبة للمريض، كل حقن، مش كل حقن بينفع لأي مريض، او لا انا المريض بيدخل يقول انا عايز حقن بلازما، انا عايز كورتيزون، انا عايز ده، طبعا حضرتك ما ينفعش ان المريض نفسه هو اللي يحدده. لازم حضرتك الاول بتعمل ايه الشروط وايه الاحتياطات اللي مثلا بيجب اتخاذها عشان نعمل للمريض الشيء ده. حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، ساعات كتير قوي بيجي لي المريض يا دكتور اديني الحقنه بتاعت الركبه اللي بتسكن الوجع. ايوه طيب عشان ندي الحقنه دي يا استاذ الفاضل يا سيدتي الفاضله، مش اي حد ياخد اي علاج الا لو كان مناسب ليه، وبقعد اقنع في العيان. العيان في بعض المرضى بيقتنعوا، في بعض المرضى ما بيقتنعوش، ولكن لازم نختار مع بعض الوسيله المناسبه المناسبة للمريض. طبعا. بنختار امتى الوقت المناسب وامتى الحاله المناسبه للمريض بياخد فيها العلاج، وبالتالي بنحددها مع بعض بالبروتوكول الطبي، وبالتالي بيوصل المريض لاعلى نتيجه واقل مضاعفات. طب دكتور محمد، هنرجع لحضرتك إن شاء الله بعد الفاصل لاستكمال حلقتنا مع حضرتك. أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور، لتكملة حديثنا عن علاج خشونة الركبة. برحب لحضرتك مرة تانية دكتور أهلا محمد وسهلا. معانا. حضرتك ذكرت قبل ما نطلع فاصل حاجة مهمة جدا، اللي هي أنواع الحقن بالنسبة لمريض الركبة، تمام؟ اوريدي إن احنا بعد ما ذكرنا أنواع الحقن ومين اللي ينفع معاه حقن، أنواع الحقن عامة، وما ينفعش المريض يجي يحدد لنفسه نوع حقن معين. دلوقتي هنتطرق حاجة مهمة جدا مع حضرتك، اللي هي العلاج الجراحي بالنسبة لخشونة الركبة. إمتى بنوصل لمرحلة العلاج الجراحي؟ وإيه هو المريض اللي هو فعلا ينفع معاه جراحة، والمريض اللي هو ما ينفعش معاه جراحة، اللي هو برضه من زي ما قلنا فيما سبق يعني دلوقتي، ان في واحد بيجي يحدد لنفسه علاجه الحقن ايه، تمام؟ لكن النهارده لما نتكلم عن الجراحة بقى، مين اللي ينفع معاه جراحة ومين ما ينفعش معاه جراحة، وايه نوع الجراحة اللي حضرتك بتحددها، وامتى بنلجأ لها؟ الموضوع الجراحة طبعا موضوع كبير جدا، في نقط كتيرة جدا. لو جينا نقسمها هنقول احنا في تدخل جراحي لعلاج الأسباب، وفي تدخل جراحي لعلاج الخشونة في حد ذاتها. لو بدأنا بعلاج الأسباب، في عندي بعض التشوهات أو التآكلات اللي بتبقى حاصلة في المفصل، ممكن نعمل حاجة اسمها قطع في العظم وإعادة وتكوين زاوية المفصل تاني عشان نقلل اللود والحمل على الجزء اللي بدأ يبقى فيه تآكل في الخشونة، وده جزء من الجراحة. تمام. بنثبت بعد كده بشريحة ومسامير عشان الزاوية دي نحافظ عليها. المريض بياخد وقته من 45 يوم، ممكن نوصل 60 يوم لحد ما يحصل التئام ويبدأ يحمل عليها، ونبدأ بعد كده مع الفيزيوثيرابي العلاج الطبيعي عشان نرجع لكفاءة المفصل تاني. لو جينا للنقطة التانية في علاج الأسباب، أنا عندي دلوقتي زيادات عظمية موجودة كتير قوي نتيجة بقى المفصل النقرسي، المفصل الروماتويد، كسر قديم، في حاجات كتيرة قوي بدخل بالمنظار، وده من ابسط الجراحات الموجوده. هي من اسهلها على المريض ولكن من اصعبها على الطبيب، لان بتحتاج مهاره عاليه، مش اي حد اه بيعرف طبعا يتعامل طبعا. بالمنظار. من اول ما ندخل نعمل لافاج او غسيل للمفصل يعني عشان نشيل الزيادات العظميه اللي موجوده جوه السائل اللي موجود في المفصل، المريض بيجي يقول لي انا حاسس بطوبه او حصوه ما بين جوه المفصل. ده احساس حقيقي فعلا، يعني هو بيحسه بالمنظر ده. فاحنا بندخل نشيل الزيادات العظميه دي ونعمل صنفره خفيفه كده. ساعات بندخل نعمل غسيل للمفصل بس، ساعات بندخل نعمل حقن او وضع بعض من الانواع اللي اتكلمنا عليها في الحقن زي الخلايا الجذعيه او الكلام ده كله، او بندخل ناخد رقع من غضروف من جزء موجود معلوش لود في المفصل على نغطي بيه القرحه اللي موجوده في الجزء الديبندنت اللي عليه تحميل وزن جامد جوه المفصل. ساعات بندخل نعمل حاجه اسمها دريلنج، ان احنا بنعمل ثقوب جوه العظمه نفسها عشان التغذيه الدمويه بتاعتها تتحسن، فبالتالي بتعمل لي كفر للالسر اللي موجوده، ودي بعض الجراحات البسيطه اللي موجوده.
لو جينا للمرحله الثانيه في الجراحات، علاج الخشونه بحد ذاتها انا وصلت لما وصلت اكل، ما في المريض بتاعي ما بيفتحش مع اي الم، ما بيفتحش مع اي وضع، خلاص الم مستمر، كفاءه المفصل بتضعف بتقل، المريض نفسه بدا يزهق، انا مش متعود ان انا اقعد، مش متعود على الالم الكبير ده، المسكنات مش جايبه معايا نتيجه، فبنلجا للتدخل الجراحي. من اول بقى الحاجات التغيير المفصل ده يعني ليه تقسيمه، في عندي تغيير جزء من المفصل، وده الترند اللي موجود دلوقتي، هو كان موجود من كام سنه وبعد كده رجعوا قالوا لا كفاءته قليله، وفي اخر 3 سنين رجعنا نشتغله تاني وجاب نتائج هائله جدا، وفي ابحاث كتيره قوي من اقاصي الشمال لاقاصي الجنوب بيستخدموه دلوقتي وجايب نتائج كويسه، اللي هو تغيير نص المفصل، وغالبا ايوه، بيبقى الجزء الداخلي من المفصل او الجهه هي دي الداخليه. النقطة فعلا اللي كنت هطرحها لحضرتك يا دكتور، اسفة للمقاطعة. اتفضل. إيه، تغيير مفصل كامل بالنسبة لمريض خشونة الركبة، إيه ده كان المعتاد عليه، تمام. جينا قلنا ان تغيير نصف المفصل مناصفة كده زي ما بيقولوها بالبلدي قوي مش مفصل كامل، إيه ده في إيه فعلا حقيقي تم اجراءه على مرضى ونجح فعلا، وفي ناس مقلقة منه وتقول لك لا يعني ايه تغيير نص مفصل، طب ما انا هرجع اتعب تاني. فده اللي حضرتك فعلا هتجاوبني عليه حالا دلوقتي وتقول يعني ايه تغيير نص مفصل انا ركبة. هرد عليكي الاول بكلمه، هي جراحه ذات مهاره، عشان كده العين بيبقى مقلق شويه، فمش اي حد يقدر يعملها، لان لها زوايا معينه، لها كيفيات معينه، لها مقاسات معينه، لو ما انتش متدرب عليها كويس او ما اشتغلتهاش كويس نصيحه ما تدخلش، لان انت بتضر المريض مش بتعالجه. تمام. دي اول نقطه في الموضوع ده. تاني حاجه، اتجربت على عدد كبير قوي من المرضى في خلال 3 سنين، وقت مش قليل وعدد حالات مش قليل، جايب نتائج هائله جدا جدا، ولكن في نقطة ونصيحة لكل الجراحين اللي بيستخدموا هذه النوعية من الجراحة، نصيحة: سيلكت يور بيشن، اختار المريض بتاعك، اختار حالة الركبة اللي تتناسب مع الجراحة مش العكس، ما اختارش جراحة وبعد كده اقول المريض يناسبها ولا لا، لا انا خلاص ما انا دخلت عملت الجراحة يبقى انا ما سافرتش المريض، لكن هعمل بلاني الاول ان المريض ده أكيد. محتاج انهي نوع من التدخل الجراحي، هيستفاد بيه بمعدل قد ايه، هرفع بيه كفاءة المفصل قد ايه. طيب النقطة التانية بقى اللي هي نص الجزء، النص اللي سؤال حضرتك، امتى بقى استخدم النص مفصل مش المفصل كامل في أكيد. مفصل الركبة، وده ما كانش معتاد قبل كده. اولا المبدأ بتاعنا، كل ما تحافظ على الجزء السليم اللي ربنا خلقه المريض هيستفاد، أكيد لان مهما نغير عمرنا ما هنوصل لكفاءة المفصل اللي ربنا خلقه، أكيد فده طبعا. يعني ده الاساس بتاعنا. انا عندي نص سليم وعندي نص متآكل تماما، اغير الاثنين لو انا ما عنديش مهاره ان انا استخدم النص، المريض نفسه عنده مشكله مزمنه، عنده هشاشه، عنده ضعف في العظم، ولكن عندي جزء سليم والعظم كفاءته كويسه، استخدم النص مفصل عشان خاطر احافظ على الجزء المتبقي من المفصل. تمام، يعني كده مش بنقلق المشاهد معانا دلوقتي، لا بالعكس حضرتك وضحت نقطة مهمة جدا ان تغيير نصف المفصل ده بنحافظ على الشيء اللي ربنا خلقه اللي هو ما يتعوضش فعلا زي حضرتك ما ذكرت دلوقتي، ان احنا تغيير نصف المفصل ده حاجة برضو كويسة للمريض مش وحشة، وما تقلقش اي مريض دلوقتي بيشوفنا او اي مشاهد بيشوفنا ما يقلقش من تغيير نصف المفصل، بالعكس ده هو دي حاجة مفيدة ليه هو شخصيا. طبعا دكتور انا نفسي بشكر حضرتك طبعا على التواضع الشديد اللي حضرتك بتتكلم بيه دلوقتي، مع اني قبل ما اعمل حلقتي مع حضرتك عرفت ان حضرتك مش عايزه اشكر قوي يعني عشان الناس ما تقولش انا ما بتكلم عن تقوليش دكتور كده. محمد بطريقتي انا المعينه، لا طبعا ان حضرتك جراح ماهر في الموضوع ده، وفعلا في حالات انا اتقعدت معاها وكلمتها حضرتك عمل لها عمليات كتير جدا، بس ده تواضع من حضرتك كبير ان فعلا حضرتك الموضوع موضوع مهاره وده حقيقي، مش اي مريض يدخل مع معذره يعني مع اي حد يحدد له حاجه معينه تكاد تكون مش في صالحه اصلا، تمام. احنا بنقوله اخترنا المريض بتاعنا ودخلناه فعلا جراحه، وبعد ما دخلناه جراحه بنبدا نقول بعد ما دخلناه لا ده ينفع له كذا ده ما ينفعلوش كذا، طب ليه البيشن بتاعي انا ما عملوش التست ده قبل ما يدخل معايا جراحه؟ دي نقطه مهمه حضرتك برضو اشكرك عليها جدا ان انت اثرتها في الموضوع. لكن سؤالي برضو المهم اللي عايزه اساله حضرتك حالا دلوقتي ويكاد يكون حضرتك برضو ذكرته في الحلقه بس ما استكملناهوش، رأي حضرتك في المنظار الجراحي بالنسبة لخشونة الركبة؟ عادة كان يعني قديم نستعمل الجراحة العادية التقليدية، النهاردة في حاجة اسمها منظار جراحي،
حضرتك بتفضل فعلا، او في حالات بمعنى اوضح يعني السؤال عشان يبقى واضح، حالات ينفع معاها المنظار الجراحي وحالات ما ينفعش معاها خالص المنظار الجراحي؟ ده برضه عشان نطمن المشاهد معايا، عايزة اعرف اجابة السؤال ده من حضرتك. طبعا حضرتك اتكلمت عن المنظار الجراحي. اه المنظار الجراحي بيحتاج مهارة، مش أي حد بيعرف يتعامل مع البروب، مش أي حد بيعرف يتعامل مع زوايا المفصل، مش أي حد بيعرف يكشف المفصل اه في التدخل الجراحي بالمنظار. تمام. على قد ما هو بيبان بسيط ولكن محتاج مهارة عالية، محتاج بلان واثنين وثلاثة قبل ما أدخل. أنا داخل على أشعاعات ولكن أنا ما شفتش الصورة الحقيقية، ممكن أدخل جوه أفاجئ بحاجات تانية غير اللي موجودة في الأشعة، فلازم أكون محضر لها كويس، لازم اتعامل معاها كويس. ولذلك انا بختار العيان، او بمعنى صح مش بختار العيان، لا بختار الحاجه المناسبه للمريض بتاعي، أكيد. بختار الجزء اللي هقدر اصلحه بالمنظار، بيبقى المريض يعرف بيه كويس، بشرح له الخطوات العمليه كويسه، لازم يكون مقتنع ان المنظار ده هيستفاد بيه، مش مجرد ان هو داخل يعمل عمليه بالمنظار واسمه انا عملت عمليه بالمنظار وخلاص، لا ما هو مش هياخد صيت بيها المريض، لا اه طبعا المهم ياخد عايزين استفاده. نستفيد طبعا. ايوه تمام. في مريض يجي يقول لي اعمل لي منظار دلوقتي عشان خاطر انا ركبتي مش قادر. حضرتك ما ينفعلكش منظار، المفصل متآكل، يبقى لازم تغير المفصل. طبعا. طب حضرتك دلوقتي غيرت المفصل، لا حضرتك اللي التآكل اللي عندك بسيط، ما ينفعش ان انا اخش اغير لك مفصل وانا في جزء كبير من المفصل سليم سليم وافقده. طبعا. لا لا، لا. يبقى هو اختيار نوع الجراحه اللي موجود. المنظار في حد ذاته بستخدمه في حالات معينه، زي ما قلنا ممكن بداية من الحالات البسيطة، الحالات المتوسطة والحالات العالية، ولكن الإجراء اللي هاخده بالمنظار هو ده اللي بيعتمد على البلان، الخطة الموضوعة ايوه للمريض من قبل ما يدخل غرفة العمليات عشان خاطر نوصل لأعلى استفادة بأقل مجهود وأقل مضاعفات على المريض. تمام. طب دكتور محمد، احنا نفسي دلوقتي اتكلمنا عن الجراحة عامة لمريض خشونة الركبة. لو تطرقنا لحاجة مهمة جدا عايزة اطمن بيها برضو المشاهد معايا، لان اي مشاهد النهاردة قاعد بيشوفنا بيستنى البرنامج، عايز يبقى طالع يعني مستفاد باكبر قدر ممكن من الحلقة بالاطمئنان مش بأي حاجة تانية. تغيير المفصل الركبة، ودي اخر حاجة في وصلنا لها دلوقتي، يعني ازاي اوصل معلومة الاطمئنان الكبير قوي مع حضرتك لأي مريض داخل على الموضوع ده؟ حضرتك هتقول لنا ايه برضو بتوضيح شامل للمريض عشان خاطر ما يقلقش؟ وفي برضو حاجة متداخلة مع نفس السؤال بتاعي ده، ان المفصل تغييره واطمئنان المشاهد، مش هنقول حاجة تانية يمكن المريض دلوقتي او المشاهد معانا عايز يسمعها وبدون احراج. المفصل تغييره غالي جدا، بيوصل ل 30 و50 الف جنيه مش عارف ايه والكلام ده كله، فانا عايزه اطمن المشاهد من كل النواحي دي. حضرتك هتقولي ايه بقى؟ هقول لحضرتك الدنيا سهلة وبسيطة خالص، ولكن اخترت العيان بتاعي المناسب في التوقيت المناسب، تمام. بوصل معاه للنتيجة الجراحية المناسبة. أولا تغيير المفصل، في بعض الناس مفكرة إن أنا بدخل بشيل المفصل خالص وأحط ايوه مكانه حديد وأطلع، صح. لا طبعا الموضوع مش كده، القصة كلها إن إحنا بنقشر العظمة، بنشيل الجزء اللي فيه غضروف متآكل أو فيه التقرحات اللي موجودة، وبنستبدله بجزء معدني، وفي جزء هيدروكربون موجود بيبقى دعامة بديله للغضروف اللي موجوده عشان احافظ على السبيس بتاع، عشان اللي السبيس ده هو اللي بيديني سلاسه الحركه بتاعه المفصل تاني. بعمل بعض التصليحات وبعض الترميمات للاربطه المصاحبه للركبه الداخليه والخارجيه. في بعض انواع المفاصل بضحي هي اسمها ساكريفاينج، لازم بضحي بالرباط الصليبي، ولكن الاستابيليتي اللي موجوده في المفصل بتغنيني عن الرباط الصليبي، عشان برضو بعض الناس يقول لك انا انت شلت لي الرباط الصليبي في العمليه، العملية. لا هو المفصل حضرتك مصمم عشان خاطر ما نستغنى عن الرباط الصليبي. في بعض الحاجات الانواع الموجوده ودي عاليه قوي خلاص، بيبقى فيها ان انا بحافظ على الرباط الصليبي زي ما هو اتاتش للعظم بتاع المفصل، ولكن الافضل بالنسبه للمريض بنحدده على حسب الحاله اللي موجوده، وممكن ادخل اعمل منظار تشخيصي عشان اوصل للطريقه المناسبه ان انا هغير بيها المفصل. المفصل للمريض نفسه. بالنسبه لعمليه تغيير المفصل لازم المريض اولا يكون فت، يكون حالته الصحيه تستحمل، التدخل الجراحي يكون في الوقت المناسب بالنسبه للمريض، ما أكيد طبعا. اتاخرش عليه قوي في نفس الوقت ما اطولش عليه زمن الجراحه، فبالتالي المريض بيوصل لاعلى نتيجه واقل مضاعفات. بالنسبه للسعر اللي حضرتك بتتكلمي فيه، طبعا المفاصل اسعارها غاليه، في منها الخامات اللي هي الضعيفه ودي برضو ما بحبش استخدمها، او بمعنى صح بلاش نستخدمها للمرضى. في عندنا حاجات عاليه قوي بس كل مريض ليه يناسبه،
وده عموما الدولة مشكورة يعني ممثلة في السيد رئيس الجمهورية، في السيدة وزيرة الصحة، في المسؤولين الموجودين. عندنا دلوقتي في بدائل للكلام ده اللي هي قرار نفع الدولة، بنعمل المريض تغيير المفصل كامل من غير ما نكلفه ولا جنيه، وبيطلع بأعلى كفاءة وما تكلفش حاجة. يبقى اللي عايز يعمل بفلوس يعمل، واللي عايز يعمل بلاش على حساب الدولة، معلش يا الدولة دكتور، احنا بتكفله بنطمن المشاهد بس طبعا معانا. حقه. طبعا. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد معانا في الحلقة الممتعة الجميلة الظريفة دي اللي احنا طمنا بيها المشاهد، وطبعا في حلقتي القادمة مع حضرتك بنكمل برضو موضوعنا عن قشنة الركبة وازاي بنوصل لبر الأمان مع المريض مع حضرتك إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضرتك دكتور محمد. شكرا لحضرتك، تقع على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة مع دكتور محمد إبراهيم العطار لاستكمال حلقتنا القادمة فيما يخص كل ما أمراض العظام عامة، مش خشونة الركبة، لا، مواضيع كتير جدا. بنشكره معانا في البرنامج وإلى اللقاء.